النهاردة على مقدمة عن الأمينات الحيوية، وإحنا اتكلمنا على تطور المستشعرات الحيوية لتكشف لنا وجود هذه المواد، وهي مواد بتتكون نتيجة لنزع الكربوكسيل من الأحماض الأمينية أو التحلل ونقل الألدهيدات والكيتونات، وتسبب مشاكل صحية عند تناولها من خلال الأطعمة، ممكن تسبب سموم، والجرعات العالية ممكن تسبب وفاة. في الحقيقة انه الاكتشاف المبكر للأمينات الحيوية بتعد مؤشر على تلف وتدهور الأغذية، وبتساعدنا على مراقبة جودة الأغذية وتركيز الاهتمام باكتشاف المواد السامة، وهي مؤشر على تلف وتدهور الأغذية باستخدام التحليل، طرق التحليل الحيوي المختلفة زي مثلا كيفية عملة الكشف الكهروكيميائي والطيفي لرصد الأمينات الحيوية عن طريق المستشعرات اللي احنا ذكرناها قبل كده، تطوير أجهزة الاستشعار الكهروكيميائية الجزيئية الحيوية الانتقائية، ده بيساعد بتدي طريقة حساسة للكشف عن أو لمراقبة التطبيقات الغذائية للحفاظ على سلامة الغذاء وجودة الصحة، وتساعدنا على كيفية تقليل وإزالة الأغذية الملوثة، وده بنستخدم بقى طرق كهروكيميائية أو بصرية، وبنخزن البيانات في ذاكرة الجهاز. نتيجة نتكلم بالتفصيل على الأمينات الحيوية المرة الجاية. مع السلامة.